بس انا مستغرب ده الاهلي السنه دي كان بينافسوا مين؟ بيراميدز. وانا مراهن ان الاهلي هيكسب الدوري بفرق يزيد عن 9 بونت. افتكروا بس الكلام ده انا قلته. افتكروه كده عشان خاطر لما يحصل تقولوا شبانه اللي كان قايل، الوحيد اللي كان قايل. ده يعني بصوا يعني ده انا كنت فاكر بيراميدز منافس بجد. اه والله. ده حظ بيراميدز ان الدوري خلاص قرب يخلص. ده كان ممكن كمان ما يبقاش تاني. ده الاهلي عارف انت يعني بحب انا تشبيهات الافلام دي. عارف انت الفتوة اللي في المنطقة بتاعت الافلام زمان اللي يجي له واحد يطرقع له؟ يعني كان مين فتوة؟ مش فاكر. كان في فيلم كده بتاع عزت العلايلي و التوت والنبوت، عاشور الناجي، كان اسم الله عليه اسم الله عليه. واحد فتوة عامل نفسه فتوة ياخد اتاوة وجامد بقى جامد، جاله واحد تك 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 خلص عليه. الفيلم خلص في 5 دقايق. خلص بقى هو ده قاعد الاهلي مشغول في افريقيا، هو والزمالك في الدوري الابطال وفي الكونفدراليه، وبيراميدز بقى عامل فتوة على كل الماتش السابع على التوالي، الثامن على التوالي، التاسع على التوالي، العاشر على التوالي، ال11، ال12، ال13، ال14. جاله بقى عاشور الناجي. وعاشور الناجي ده كان محمود ياسين باين، مش كده؟ والتاني كان صلاح قابيل اللي هو اللي هو كان عامل فتاوه. فكان صلاح قابيل ده بيراميدز. جاء عاشور الناجي تك تك تك. انت بتقول ال14 وانا هنا؟ انت فاكر نفسك انت فتوت الدوري؟ طب تعال ماتشين تك تك شو تقليم وبتاع، تعادل مع ده النهارده، تعادل مع فاركو. ده بيراميدز خسران اخر 4 مش هيفوق من عاشور الناجي ده بسهوله. اه والله اصل عاشور الناجي انا عارف ايديه تقيله. يعني انا اوريكم عاشور الناجي مين الحديث في الكوره. انا كل يوم هطلعه لكم، هجيبه من الجبل كل يوم يوميا استدعيه. يعني ده عاشور الناجي بتاع الدوري المصري. وريني يا ابني عاشور الناجي. ف ف ف ف فجه الاهلي كسبوا الماتشين. شوف خسر 6 بونت قدام الاهلي و2 بونت قدام الزمالك، ادي 8، و2 بونت النهارده قدام فاركو 2-2. ده كان فاركو كسبان 2-0. تخيلوا بقى، طلع لي يا ابني عاشور الناجي النسر، وريني كده. ده عاشور الناجي بتاع الدوري السنه دي. ف بيراميدز خسران 10 بونت من 12. نفس ايه؟ هو في كده؟ الراجل كسبك، كولر قال لك انا ما خدتش الدوري، في نسبه فوزك بالدوري كام؟ قال لهم 0%، عشان يفضل يلعب ويكسب ويكسب ويكسب. من ضمن الاخبار بتاعتنا على فكره، اخو كهربا، القصه بتاعت رضا البحراوي والكلام ده خلاص خلصت، وخد براءه وطلع ومفيش مشاكل. يعني كهربا بقى يهدى اخوه خلاص يعني.